لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الوضوء من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال أبو عبد الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا عمرو ابن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وإن بقع الماء في ثوبه. لم يخرج الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حديث فرك المني، وإنما اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة، وهذا على عادته رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سيأتي ذكره إن شاء الله. أما قوله وغسل ما يصيب، أي الثوب وغيره من المرأة، وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره البخاري رحمه الله في آخر كتاب الغسل من حديث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يذكره هاهنا، إما للإشارة إليه وإما عن طريق الاستنباط من الحديث، وذلك لأن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبة فرجها ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة من طرق، ومطابقة حديثها للترجمة ظاهرة. اختلف أهل العلم في المني، هل هو نجس أم لا، فذهبت طائفة منهم الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، لهذا يعني في بعض الكتب في الفقه وكده ترى البعض ينقل الإجماع على الطهارة، هذا غير صحيح، يعني خلي بالك دائما أبدا من مسائل نقل الإجماع دي، خلي بالك من مسائل نقل الإيه؟ نقل الإجماع، فالإجماع على طهارة المني لا, 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 لا يصح فيه إجماع. الإجماع على نجاسة المذي لا يصح فيه إجماع، واضح كده؟ على نجاسة المذي لا يصح الإجماع في قول بالطهارة وهكذا. فتخلي بالك دائما أبدا من مسائل الإيه؟ من مسائل الإجماع، وتحري الدقة أوي في نقل الإجماع. طيب، فاختلف أهل العلم في المني هل هو نجس أم لا، فذهب الطائفة منهم الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله إلى أن المني نجس، وذهب الطائفة أخرى إلى أنه طاهر، وهو قول الشافعي وأحمد وداود الظاهري. سبب اختلاف أهل العلم في النجاسة وفي الطهارة شيئان: الأول اضطراب الرواية في حديث عائشة، وذلك أن في بعض طرق حديث عائشة أنها كانت تغسل ثوب النبي، كالحديث الذي معنا، كانت تغسل إيه؟ تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أثر الجنابة من المني اللي في ثوبه صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء، يبقى فيه بقع للماء كما في الحديث. وفي بعض الطرق، بعض الروايات، أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ماشي كده، وفي بعضها زيادة فيصلي فيه كما عند الإمام مسلم، في بعضها زيادة فيصلي في هذا الإيه؟ في هذا الثوب، دي عند الإمام مسلم رحمه الله. يبقى اختلافهم في إيه؟ الحديث، الغسل ولا الإيه؟ ولا الفرق. والغسل له دلالة والفرق له دلالة، ماشي كده. فهو ده اللي هيجي فيه السبب الثاني. السبب الثاني التردد، يعني تردد المني، هل هو يشبه الأحداث الخارجة من البدن فيقاس ويلتحق بالأحداث اللي يكون منها بقى غسل ما يصيبه كالبول مثلا والغائط إلى غير ذلك من النجاسات والدم إلى غير ذلك من هذه الأمور، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة زي اللبن زي المخاط زي البزاق، واضح كده، إلى غير ذلك من هذه الأمور، يلتحق بذا ولا يلتحق بذا، الشبه بأنهون أو لا، واضح كده. طيب، فمن جمع الأحاديث كلها، اللي هيجمع الأحاديث كلها، وبنقول إن الأصل الإعمال لا الإهمال، والجمع أولى من الترجيح ومقدم عليه. ليه؟ لأن أنت في الترجيح هتعمل برواية، يبقى عندك مثلا روايتين، فأنت بتشوف إن الروايتين أو بتتخيل أو بتتوهم إن الروايتين ظاهرهما التعارض، فهتعمل إيه؟ إما إن أنت هتقول بالنسخ أو هتقول بالتخصيص أو بالتقييد، المهم إن أنت إيه؟ هترجح رواية على رواية. معنى الترجيح إن أنت هتعمل إيه؟ في رواية هتسقطها، يعني مش هتعمل بيها وهتعمل بالرواية الأخرى، ده معنى الترجيح. بنقول الجمع أولى. ليه؟ لأن الجمع هيكون فيه إيه؟ إعمال لجميع الروايات، إعمال لجميع الإيه؟ الروايات، وهذا أولى، وهذا هو الأولى، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو المقدم، وهذا هو المقدم. طيب، فهنا العلماء اللي حيقولوا بالجمع بين الروايات وبين الأحاديث كلها، فقالوا نحمل الغسل على أنه من باب النظافة، يعني اللي عنده بساق دوت، بسق أو مخاط، شيء من هذا القبيل، ما هو بيغسله، لكن هو بيغسله للنجاسة لأنه نجس، ولا من باب بس تنظيف نظافة، لا أكثر، هي نظافة، واضح كده، نظافة، ولو يبس شوية لحاجة ممكن يفركه وخلاص وتنتهي المسألة، بخلاف النجاسة كثرها كثر قليلها حكمه إيه؟ حكم واحد، وهو الغسل، وهو الغسل. طيب، يبقى إذن حملوا الغسل على أنه من باب النظافة، واستدلوا على نظافته أو استدلوا على طهارة المني بالفرق، لأنه لو نجس وزالت عنه الرطوبة وجف بقى يابس دلوقتي، هل هذا يعفى عن غسله؟ بقى كده لما جف بقى زالت عنه النجاسة وحلت الطهورية بقى طاهر دلوقتي، ولا يبقى حكم النجاسة كما هو؟ يبقى حكم النجاسة كما هو، والواجب هو الإيه؟ الغسل، والواجب هو الإيه؟ الغسل. إذن الحكم مش هيختلف من رطوبة إلى إيه؟ إلى جفوف أو جفاف أو يبس، واضح كده؟ طيب، فحيستدلوا بحديث الفرق على الطهارة وعلى أصله في أن الفرق لا يطهر النجاسة، مهما فرقت لن يزيل، لأن النجاسة عملت إيه؟ الرطوبات بتاعتها تخللت في النسيج، فلازم إيه؟ الماء هو اللي حيزيل هذا، الماء هو اللي إيه؟ الماء هو اللي حيزيل هذه النجاسة وأثر هذه النجاسة. طيب، وقاسوه على اللبن وعلى البصاق والمخاط وغيره من الفضلات الطاهرة الشريفة، فلا يقولون ولا يروه نجسا لذلك، ولا يروه نجسا لذلك. طيب، واللي حيرجح حديث الغسل على الفرق يبقى هيعمل ايه دلوقتي؟ انه هيبقى في ترجيح، يعني هيقول ان روايه الغسل هي الصحيحه والفرق، او ان هو يؤول الفرق على انه ايه؟ على انه غسل برضه، واضح كده، فيخليهم الاثنين واحد. واللي هيقول بيرجح او يؤول هيعمل ايه دلوقتي؟ هيقول بالايه؟ يقول بالعكس، يقول بالنجاسة، يقول بنجاسة المني، فيكون فهم من هذا الحديث هو نجاسة المني، لأنه فيه إيه؟ فيه غسل الثياب، والغسل سواء للثياب أو للأواني، ما واضح كده، مش هيكون إيه؟ مش هيكون عن إيه؟ مش هيكون عن حدث، لأن لا الثوب عليه حدث ولا الإناء عليه حدث، لكن هيكون الغسل منين؟ من نجاسة، واضح كده، لأن الأحداث للأبدان، الأحداث للإيه؟ للأبدان. طيب، قالوا وكان بالأحداث عنده
أشبه منه بما ليس بحدث قالوا أنه نجس، قالوا أنه نجس. ده بالنسبة لترجيح الغسل على الفرك. وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك، يعني عند من لا يوجب الطهارة المائية، الطهارة بالماء، واضح كده. وإحنا تكلمنا في هذه المسألة وقلنا أن الراجح إن شاء الله تعالى هو طهارة النجاسة بالماء لا غير، واضح كده. فاللي هيجي يقول لك بقى لا ما الفرق يجزئ أو ده إزالة، ماشي كده، فهيقول لك في النهاية أن برضو ده الحكم له إيه، يحكم عليه بالنجاسة، برضو يحكم عليه بالنجاسة بناء على مذهبه. فيقول الفرق يدل على نجاسته كما يدل الغسل، وده مذهب أبي حنيفة، قول أبي حنيفة رحمه الله. وعلى هذا فلا حج لأولئك في قولها فيصلي فيه، لأن الحج هتبقى لمين؟ لأبي حنيفة، لأنه عنده أن الفرق بياخد حكم الإيه؟ ياخد حكم الغسل في الإزالة، في إزالة الإيه؟ النجاسة. لكن هتبقى عنده مشكلة عند المالكية، مشكلة ليه؟ لأن الفرق عندهم لا يزيل النجاسة، أن الفرق عندهم لا يزيل النجاسة. فشفت يبقى هم اتفقوا في التنجيس، لكن هيختلفوا في الإيه بقى؟ في مسألة التطبيق بقى، واضح كده؟ طيب، ذهب الحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية وعند الحنابلة، إلى أن المني نجس، ماشي كده؟ المني إيه؟ نجس. استدلوا على نجاسة المني بحديث عائشة رضي الله عنها هذا: كنت أغسل الجنابة، يعني أثر الجنابة، ماشي كده؟ أثر الجنابة اللي تعلق بالإيه؟ تعلق بثوب النبي صلى الله عليه وسلم من جماعها، طيب، من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، اللي هو الحديث الذي معنا. طيب، إيه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا أن عائشة رضي الله عنها قد غسلت المنية من ثوبه صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الغسل شأن الإيه؟ شأن النجاسات، الغسل شأن الإيه؟ شأن النجاسات. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهذا وأقره، والتقرير إحدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى وجوه الحجية، واضح كده. ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينكر عليها فعلها، ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم أن النمي أن المني طاهر، ما قالهاش كده صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لم يبقى إلا الإيه؟ إلا النجاسة بإقرار النبي لها على إيه؟ على غسل أثر الجنابة من ثوبه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أو هذا الوجه متعقب من وجهين. الأول، إذا قلنا بمسألة الغسل دي، يعني غسل أثر الجنابة، غسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنه محمول على الاستحباب، أنه محمول على إيه؟ على الاستحباب، من باب الإيه؟ من باب إذا النظافة، من باب النظافة فقط، وليس من باب الإيه؟ من باب النجاسة. وأول الخبر دليل على طهارته، أول الخبر دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لما كفى في يابسه فركه كسائر النجاسات، يعني اللي في دم أو في بول أو في غائط، كل شأن النجاسات لا يكتفى في يابسه بالإيه؟ بالفرك أو فيه مذي، ماشي كده، لا يكتفى فيه بإيه؟ بإزالته بالفرك، لكن لابد منين؟ لابد من الغسل، لابد من الإيه؟ لابد من الغسل. وكون إن هي تفرك والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي فيه، ده دليل على الإيه؟ دليل على الطهارة، دليل على الإيه؟ دليل على طهارته، دليل على طهارته. طيب، الأمر الثاني أن ما كفى في يابسه بعد رطوبته الفرك، يعني بعد ما جف وبقى يابس نشف خلاص يعني، واكتفي فيه بالفرك، ولم يأتي دليل على غسله بالماء، لم يجب غسله من الثوب، لم يجب غسله من الثوب، كأمر المخاط وكأمر البزاق إلى غير ذلك من شأن لي من شأن الطاهرات التي تخرج من البدن، تخرج من البدن. قالوا أنه خارج من أحد السبيلين، فهم كده يعتمدوا الإيه؟ المخرج، اعتمدوا الإيه كده؟ المخرج. فقالوا إنها خارج من أحد السبيلين، يبقى بمنزلة البول والإيه؟ والغائط، بمنزلة البول والغائط، فكان نجسا كسائر النجاسات. يبقى هم هيحكموا دلوقتي بأن اللي خارج من السبيلين ماله؟ نجس، ماشي كده؟ نجس،
طيب نقول لهم بقى برضو متعقب من وجهين. أولا أن قياسه على جميع الخارجات بجامع الاشتراك في المخرج منقوض أولا بالفم، فالفم يخرج منه البصاق مش كده، يخرج منه اللعاب طاهر ولا مش طاهر حد قلب نجاسته، ويخرج منه القيء ماشي كده، والقيء نجس، والقيء ايه نجس. طيب الدبر يخرج منه الغائط ماشي، ويخرج منه الريح. هل حد يعلم ان حد قال على ان الريح الخارج من الدبر نجس؟ هو طاهر. يبقى اعتماد المخرج مردود منتقد به عليكم، واضح كده، واللي انتم هتحتجوا به هو حجة عليكم، اللي انتم بتقولوا به هو حجة ايه، هو حجة عليكم باب قلب الايه، قلب الدليل، من باب قلب الدليل. طيب كذلك الأنف يخرج منه المخاط، وممكن الرعاف يخرج منه دم، والدم الايه السائل المسروح نجس بخلاف المخاط ليس فيه ايه نجاسة، إلى غير ذلك من هذه المسألة. يبقى قولكم اعتماد الخارج لا اعتماد المخرج ليس بوجيه. الأمر الثاني أن الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، إلا بدليل، والدليل ده لازم يكون مجمع إيه؟ مجمع عليه الدليل ده لازم. فأين لكم هذا الدليل؟ أين لكم بهذا الدليل؟ طيب قالوا أيضا أن المنية يخرج من مخرج المذي، يخرج من مخرج المذي. طيب وهذا يوجب تنجيسه، فألحق المني بالمذي، فيلحق المني، يقاس المني على الإيه؟ على المذي. طيب ده الكلام ده لو سلم لكم على إن في إجماع على نجاسة المذي، والمسألة لا ما فيهاش إجماع، المسألة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش إجماع. فهذا أيضا متعقب من وجوه، أولا أنه مردود على قول من يقول بطهارة المذي، هذا مردود بقول من يقول بطهارة الإيه؟ بطهارة المذي ماشي كده، أدي دي مسألة. طيب أنه قياس مع الفارق لافتراق الحقيقتين، يعني اختلاف حقيقة المذي عن الإيه؟ عن المني ماشي كده. فالمني يخلق منه الولد، يكون منه الولد، والولد أصل الإنسان، والمذي بخلافه، المذي بخلافه. فيبقى إزاي يقص هذا على هذا أو يلتحق هذا بهذا؟ لازم يكون بينهما إيه؟ شيء من الشبه عشان يلتحق هذا بذاك، فأين هذا الشبه عشان يصح ليكم هذا القياس؟ أيضا أنه تعليل لا يصح، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي ودون البول كحال الاحتلام، كحال الايه؟ كحال الاحتلام. وطبعا دلوقتي مع الصفات التشريحيه وكده بان ان ايه؟ ان المني له ايه؟ مخرج خاص وكذا، على بقى يعني تقدم العلوم الطبيه وكده. طيب يبقى لا يصح لكم ولا يسلم لكم ايضا هذا الايه؟ هذا الوجه. قال المالكيه قول بقى ان سبب نجاسه المني عندهم انه دم مستحيل الى نتن وفساد، فحكم بنجاسة المني لأن مناط التنجيس كونه دما مستحيلا. يعني هو عايز يرجع المسألة لإيه؟ إن المني ده في الأصل دم ماشي كده، والدم حكمه إيه؟ النجاسة ماشي كده. يبقى بالتالي يعني بما أن إذن ماشي، يبقى إذن المني إيه؟ أصله دم، والدم نجس، يبقى المني كمان إيه؟ نجس، لأنه مستحيل عن هذا الدم النجس فيأخذ حكمه. وهذا القول متعقب من وجوه، أولا أنه منقوض بالآدمي ماشي وبمضغته، فإنهما مستحيلان عن الدم وبعده عن العلقة وهي دم، ومحدش قال بنجاسته، ولم يقل أحد بإيه؟ بنجاسته، لأن ده حيرد لأصل الآدمي. من قال بذلك؟ الآدمي إيه؟ وطبعا الآدمي هنا للعموم، كافر مسلم طاهر وليس بإيه؟ وليس بنجس. طيب أيضا أن لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجسا، لأن الآية لما نصت على نجاسة الدم نصت على إيه؟ الدم المسفوح، لكن الدم في وعائه من يقول أنه نجس؟ يبقى إذن النجاسة إمتى؟ بعد مغادرة المحل الخاص به، بعد مغادرة الايه؟ المحل الخاص به. ولذلك هم نفسهم يجوا يقولوا لنا ايه بقى؟ لو ان مثلا انسان دلوقتي رايح يعمل تحليل مثلا، فاخذ معاه عينة دم في ازازة، دخل يصلي، ها
هيقولوا له ايه؟ هيقولوا صلاته لا تصح. ليه؟ لانه حامل ليه؟ لنجاسة. طب ما هو الدم ده بيسري في عروقه وفي بلده ومدت حياته، عشان كده سموه نفس. سموه ايه؟ نفس. لكن قال لك لا، الحكم من هنا ايه؟ غير ايه؟ غير المحل، ده مش وعاءه. فلما تجاوز الوعاء بتاعه صار ايه دلوقتي؟ حامل ليه؟ حامل لنجاسة. حامل ليه؟ لنجاسة. واضح كده؟ يبقى انتم عليكم هذا الدليل وليس ايه؟ وليس لكم. وليس لكم. طيب، فقالوا لأن نقول للدليل أننا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجسا، فلا بد من الدليل على تنجيسه، ولا يغني القياس. القياس مش هيسعفهم في هذه المسألة، ولا يغني القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الإيه؟ باتفاق الحقيقة. لأن نقول للدليل على طهارته وجوه. أولا، أن النجس هو المستقذر المستخبث، وهذا الوصف لا يثبت لهذه الأجناس إلا بعد أن تفارق مواضع خلقتها، فوصفها بالنجاسة فيه وصف بما لا تتصف به. وصف بما إيه؟ بما لا تتصف به. ده أمر. الأمر الثاني، أن خاصة النجس وجوب المجانبة في الصلاة. من شروط صحة الصلاة أنت تجتنب الإيه؟ تجتنب النجاسة. وهذا مفقود فيما في البدن من الدماء وغيرها. ده هتعمل ايه يعني؟ يطلع الدم وبعد كده يرجعه بعد الصلاة يعني ولا ايه؟ ما لا يتأتى هذا الكلام. ولذلك ألا ترى من صلى حاملا وعاء مسدودا، إزازة فيها عينة دم عشان يروح يعمل تحليل أو عينة بول أيا ما كان من هذه الأمور، قد أوعي دما لم تصح صلاته. ده عندكم أنتوا اللي بتقولوا بكده، انت اللي بتقولوا ايه بكده في اقوالي او في اقوالكم والمنقول عنكم في المذاهب، ماشي كده؟ فيبقى ازاي القياس؟ يبقى ازاي القياس؟ طيب، ايضا ان الدماء المستخبثه في الابدان وغيرها هي احد اركان الحيوان التي لا تقوم حياته الا بها، حتى سميت نفسا. عشان كده يقول لك ايه في الفقه؟ لا، ما لا نفس له ايه سائله كالذباب، مش عارف كده، ده ياخد له ايه؟ له حكم. فالنفس هو الدم، النفس هو ايه في المعنى هنا؟ هو الدم. فالحكم بان الله يجعل احد اركان عباده من الناس والدواب نوعا نجسا هذا في غايه البعد. ايضا ان الاصل الطهاره، فلا تثبت النجاسه الا بدليل، وليس في هذه الدماء المستخبثه شيء من ادله النجاسه ولا من خصائصها. طيب، ان لو سلمنا ان الدم نجس، فانتوا قلتم بالاستحالة. انتوا قلتم بالايه؟ بالاستحالة. طيب، نشوف كده. احنا دلوقتي قدام مني كوباية عصير. العصير حكمه ايه؟ طيب، سيبناه شوية تخمر، بقى حكمه ايه؟ فاسد. طب سيبناه شوية بقى خل، بقى حكمه ايه؟ اذن الاستحالة هتعمل ايه؟ يبقى استحالة الفاسد الى صلاح ياخد حكم ايه؟ الصلاح. واستحالة الصالح الى فساد ياخد حكم الايه؟ الفساد. واضح كده؟ فاذا سلمنا لكم على نجاسة الدم بنقول ان هو دلوقتي استحالة وتبدل، والقاعدة تقول استحالة الفاسد الى صلاح تنقل حكمه، تنقل ايه؟ تنقل حكمه. والعكس صحيح برضو، والعكس ايه؟ والعكس صحيح. فان المتقرر ان استحالة العين تستتبع زوال الوصف المترتب عليها، فالخمر يصير خلا فيطهر، والعصير يصير خمرا فينجس بذلك، والمائع الماء والمائعات لا تنجس اذا استحالت النجاسة فيها ولم يبق لها اثر، فانها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث. لا من الايه؟ من الخبائث. والظاهر عندنا طبعا اذا كان ايه؟ إذا كان الماء فوق القلتين، قلتين فصاعدا، يعني على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تبارك وتعالى. ونظائر ذلك في الشرع كثيرة، منها مثلا العلقة فإنها نجسة، بعد ذلك تحولت إلى إيه؟ إلى مضغة، طهرت، ماشي. الجلالة، الإيه؟ الجلالة اللي بتأكل الإيه؟ ترعى النجاسات أو تأكل النجاسات، أغلب أكلها النجاسات، فيكره أكلها. طب وتزول الكراهية بإيه؟ إنها تطعم الإيه؟ الطاهرات، تحبس شوية ويدوها حاجة طاهرة فيتبدل حال النجاسة فيها وتبقى دلوقتي حكمها إيه؟ حكمها الطهارة وليست النجاسة بعد أن تعلف بالأمور الطاهرة. كذلك الدم، الدم يصير منيا أو صار منيا، نحكم له بإيه دلوقتي؟ نحكم له بالطهارة، نحكم له بالطهارة. إذن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة فينتفي بانتفائها. مش الحكم يدور مع علته فينتفي بإيه؟
ينتفي بانتفائها وجودا وإيه؟ وجودا وعدما، وجودا وعدما. طيب، أيضا أن المنية جعله الله أصلا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين، والإنسان المكرم، فكيف يكون أصل هذا الإنسان بعد هذا التكريم يكون أصله إيه؟ النجاسة. طيب، أن النجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنها، يصلح للنقل عنها، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك التمسك بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية. يبقى ده مناقشة كل اللي قال بالإيه؟ بنجاسة المني. طيب، وقال الشافعي والشافعية، وهو الأظهر عند الحنابلة وهو المذهب، أن مني الإنسان طاهر سواء كان ذلك من الذكر أم من الأنثى، من الذكر أم من الأنثى، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، رواه الإمام مسلم في صحيحه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة والمني على ثوبه. طيب، ده شأن الطاهر ولا شأن النجس؟ شأن الطاهرات، شأن الإيه؟ الطاهرات، بدليل حديث أبي سعيد الخدري لما خلع صلى الله عليه وسلم إيه؟ خفه، واضح كده؟ ده دليل يرد عليكم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة وصلى، والمني أثر المني اليابس في إيه؟ في ثوبه صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فدل على أن هذا المني إيه؟ طاهر. طيب، فهذا نص في أنه ليس كالبول يكون نجسا نجاسة غليظة، فبقي أن يقال يجوز أن يكون نجسا كالدم أو طاهرا كالبصاق والمخاط، لكن القول الثاني أرجح، لكن الثاني أرجح، لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة، جواز حمل يعني النجاسة القليلة في الصلاة، ثبت ذلك في كثير، إذ لا فرق، إذ لا إيه؟ إذ لا فرق، فإن القياس لا يفرق بينهم. إذا كانت نجاسة القليل منها حكم الإيه؟ الكثير منها، حكم الكثير منها، فالقياس لا إيه؟ لا يفرق. فإن قيل قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قالوا: فهذا يعارض حديث الفرك في مني النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل دليل النجاسة، فإن الطاهر لا يطهر، لو كان طاهر ما كانش يحتاج إلى غسل، ماشي كده؟ يبقى الطاهر مش محتاج لإيه؟ لطهارة تطهره. فيقال هذا لا يخالفه، لأن الغسل للرطب والفرك لليابس، كما جاء ذلك مفسرا عند الدارقطني في السنن: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، وإسناده صحيح، رجاله ثقات. أو أن يقال أنها كانت تفعل هذا أحيانا وهذا إيه؟ وهذا أحيانا، هذا أحيانا وهذا أحيانا. وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق والنخامة استقذارا لا تنجيسا، لا إيه؟ لا تنجيسا. طيب، قالوا: وقد روى إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، أو بإذخرة النبات المعروف. نعم، قال البيهقي: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، وإسحاق ثقة، وخالفه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم يرفعه، ولو لم يكن ابن أبي ليلى وشريك على الطريق يعني في السند لكنا نحكم لرواية إسحاق الأزرق بالصحة يعني بالرفع، إلا أنهما لا يصلحان لا شريك ولا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لا يصلح للاحتجاج بروايتهما، والاعتماد فيها على ما صح عن ابن عباس يعني موقوفا من كلام ابن عباس من كون المني طاهرا بس كده. فقد شبه المني بالمخاط والبساق مما يدل على طهارته وإماطته بأي كيفية كانت، ولو بخرقة أو بإذخرة، لأنه مستقذر طبعا،
مستقذرون طبعا، وده مش دليل على الايه، على النجاسه، ولانه مبدا خلق الانسان فكان طاهرا كالايه، كالطين. لو الطين جه على بدن على ثوب الانسان ولا اي حاجه ما بيغسلوش عشان الطين نجس، لكن بيغسلوه عشان ايه، نظافه بس. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لان الجمع بينهما واضح على القول بطهاره المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. قال: وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية. والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، فيها العمل بالخبر بالنص وبالقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب الإيه؟ وجوب غسله، وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، كالدم وإيه؟ وغيره، كل سائق كل شأن ليه النجاسات ممكن تنشف، أتفركها شوية تقلل الجرم يعني أو كذا، لكن لابد منين؟ لابد من الغسل. وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك، ده مذهبهم ماشي كده، ما بيقولش فيه ان هو ايه نجس تكفي فيه الايه الفرق، لكن لابد فيه ايه، يبقى ايه وجه التفريق بين نجس ونجس، يبقى لو كان نجس يبقى ايه القياس ان هم ايه ياخذوا نفس الحكم، والفرق فيهم ما ايه ما ينفعش لا يجزئ، لكن لابد منين إيه؟ لابد من الغسل، يبقى ايه وجه التفريق بين نجس وايه ونجس. نعم. ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق، يعني بشيء كده، بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، النبات المعروف، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، يعني اللي هو الفرك يعني. نعم. قلت: فيه عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، قالوا: لم يسمع من عائشة، فالرواية فيها إرسال فهي مرسلة. نعم. وأخرج ابن الجارود، والحديث أصله عند الإمام مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي بإسناد صحيح، فأخرج ابن الجارود من طريق همام ابن الحارث أنه قال: كان ضيف عند عائشة رضي الله عنها فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، جعل يغسل يعني ما أصاب الشيء اللي هو كان نايم عليه، الفرشة من الإيه؟ من المني بتاعه، واضح كده، أم يغسله كده. طيب، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته، يعني بإيه؟ بفركه. والحديث أصله عند الإمام مسلم، هذا إسناد هذا الحديث صحيح، فهذا يتضمن ترك الغسل في الإيه؟ في الحالتين، سواء يابس أو سواء إيه؟ جاف، نعم، جاف أو رطب. أما الإمام مالك فلم يعرف الفرق، لم يعرف الإيه؟ لم يعرف الفرق، وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر الإيه؟ كسائر النجاسات، وحديث الفرق حجة على المالكية، حديث الفرق حجة على الإيه؟ على المالكية، نعم. وحمل بعض أصحاب الإمام مالك الفرق على الدلك بالماء، بص بقى التأويل بقى، هنا بص شرحت المسألة لحد فين، لا ده هو فرك، بس فرك بالإيه؟ بالماء، يعني هو عايز بس ينصر الإيه؟ نعم. وهذا مردود بما في إحدى روايات الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري أو بظفري، ماشي كده بالضفرة، يبقى هتروحوا فين من الرواية ديت؟ على إن بقى الدلك، بقى قلت دلك عند دلك بالماء، طب والظفر ده بقى فين الذي المسألة ديت؟ واضح كده؟ عشان كده بنقول لك الايه؟ الحديث، الحديث مش الـ 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 الكلام اللي رايح وجاي فيه كتب الفقه، الحديث هو الايه؟ هو الأصل، الحديث هو الايه؟ هو الأصل. نعم. وأيضا بما صححه أبو عيسى الترمذي رحمه الله من حديث همام ابن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب، فقالت: لما أفسد علينا ثوبنا؟ شوف الكلام الجميل بقى، قام كده الفرشة اللي كان نايم عليه، قام هو الرجل يغسل بقى بسرعة وينظف يعني وكده، لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، بأصابعه، واضح كده؟ طيب، وربما فركته
الشاهد بقى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الفقهاء كسفيان يعني الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل وإن لم إيه وإن لم يغسل فإن غسل كان للإيه للنظافة وليس للإيه وليس للنجاسة. نعم. وقال بعضهم الثوب الذي اكتفت فيه بالفرق ثوب النوم. بص شوف الكلام ده يعني ايه كان فيه ثوب بينام فيه مش كده، فده اللي عملت فيه ايه اللي اكتفت فيه بالفرق، لكن الثوب اللي غسلته الثوب اللي كان بيخرج به للايه للصلاة. طب ما احنا يعني احنا ايه برضو معاكم للاخر يعني ماشي. وهذا مردود ايضا بما عند الامام مسلم في إحدى رواياته لهذا الحديث ولفظها لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا بالمفعول الإيه المطلق المؤكد هنا فيصلي فيه. الفاء هنا بيسموها بقى فاء الإيه فاء التعقيب فيصلي فيه، وهذا التعقيب الفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك وبين الإيه وبين الصلاة. يبقى ما لكمش بقى وجه للتفريق بين الإيه بين ثوب وثوب وكل ده علشان إيه. ايوه خلي بالك من الكلام، عشان كده بقول لك الايه العمده عندنا هو الايه الدليل الحديث، فندور مع الدليل حيث ايه حيث دار. نعم. واصرح منه روايه ابن خزيمه رحمه الله انها كانت تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو ايه وهو يعني في الصلاه في اثناء الصلاه صلى الله عليه وسلم. وهذا اسناده صحيح، قلنا انه مرسل قلنا أنه مرسل. محارب ابن دثار لم يسمعه من عائشة، وفيما قبله يعني حديث الإمام مسلم ما يؤكده يعني يعضد الإيه يعضد المرسل يعضد، لأن المراسيل إيه تعتض إذا جاءت من وجه آخر إيه مسندة. واضح كده كما في أدلة الاحتجاج بالمرسل زي كنت خطوه في المصطلح يعني. طيب. وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب اللي هو بقى معانا ما يدل على نجاسة المنية أصلا، لأن غسلها فعل يعني اللي جاءت أنها كانت إيه تغسل ده فعل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا لا يدل على الوجوب بمجرده هذا لا يدل على الوجوب بإيه بمجرده، والله تعالى أعلى وأعلم. وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني، شوف بقى الكلام، بأن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته، يعني يحكم بالإيه فيجعله هذا بقى من الخصائص. خلي بالك عشان إيه لازم تشوف الأقوال كلها، فجعلوا ذلك منين من الخصائص، مش هنتكلم عنه بقى الخصائص تثبت بدليل مش عارف سلمنا خلاص إحنا معكم. نقول والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه صلى الله عليه وسلم كان عن جماع فيخالط مني المرأة، فإذا كان هذا من خصائصه طيب ومني المرأة الزوجة التي جامعها صلى الله عليه وسلم واختلط يبقى حكمه إيه واضح كده برضو لا يسلم لكم بهذا الكلام، فإنه كان يخالط مني المرأة فلو كان منيها نجسا لم يكتفى فيه بالإيه بالفرك لم يكتفى فيه بالفرك. وبهذا احتج ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره على طهارة رطوبة فرج المرأة على طهارة رطوبة فرج المرأة، وقال ومن قال إن المني لا يسلم من المذي وهو نجس ولا يصلح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلام، والله تعالى أعلى وأعلم. دي كل الأمور اللي ذكروها في إيه في مسألة القول بالنجاسة، وشفت بقى إيه الردود عليه كلها مبناها على الإيه على الدليل على الدليل. طيب طولنا كده عليك ولا إيه؟ الرواة في هذا الإسناد خمسة عبد الله بن عثمان بن جبلة أبو عبد الرحمن المروزي ثقة حافظ وعبدان لقبه، وتقدم معنا لوجود عبد في اسمه وفي كنيته، لوجود عبد هو عبد الله وأبو عبد الرحمن فلقب بهما على التثنية فقالوا إيه عبدان يعني نعم مثنى عبد. نعم. حدث عنه البخاري كثيرا وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عنه بواسطة يرحمك الله.
الثاني عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد رحمه الله، جمعت فيه خصال الخير. طبعا يعني ياريتكم تدوروا على الترجمة بتاعت ابن المبارك ده وتقروها، اهتموا بتراجم أهل العلم. نعم. الثالث عمرو بن ميمون بن مهران الجزري الرقي، كذا للجمهور وهو الصواب، وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء، منسوب إلى الجزيرة، وكان ميمون ابن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده، وقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي، وهو غلط من الكشميهني، غلط من الكشميهني. أمه أم عبد الله بنت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، ثقة فاضل، ثقة فاضل. الرابع سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة أبو أيوب، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الله المدني، ثقة فاضل، أحد فقهاء المدينة السبعة. الصحابية أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر التيمية، أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها، أمها أم رومان، كان مولدها رضي الله عنها في الإسلام، وهي قالت ذلك: لم أعقل أبوي إلا هما يدينان الدين. كان مولدها قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما رضي الله عنها، وقد حفظت عنه شيئا كثيرا، وكانت مرجع للصحابة، كانت مرجع للصحابة، وكانت مشكلة بس كانت بتحكم بين الصحابة إذا كان ثمة اختلاف، كالقصة الشهيرة بين ابن عمر وبين أبي هريرة في أجر الجنازة والصلاة عليها ومشاهدتها والسير معها حتى تدفن، كان خلاف ونزاع بين ابن عمر وبين أبي هريرة، فأبو هريرة لم يرضى إلا بتحكيم مين؟ إلا بتحكيم عائشة، وأقر له لذلك بمين؟ ابن عمر. كذلك مسألة الغسل، غسل الجنابة، متى يجب الغسل، وذهب الصحابي وأستحيك سألني عما كنت سائلا عنه أمك، فبيتكلموا على إيه وجوب، قالت إذا إيه التقى الختان أو مس الختان، الختان وجب الإيه، وجب الغسل يعني، وحتى لو لم يكن ثمة إنزال، فكانت مرجع للصحابة حتى في إيه في هذه الأمور. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يروي الحديث بجوار غرفة عائشة، حجرة عائشة رضي الله عنه، ماشي، ويقول تنكرين شيئا، تخيل بقى، بص ده يعني أبو هريرة ده سقف الرواية، أحفظ من روى الحديث في دهره، ماشي كده، ولا تنكري شيئا، يعني كانت تقول لا لا أنكر شيئا غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني بس هذه المسألة. لكن طبعا كان الزمن زمن إيه، علم، تعليم ونشر للسنة وطلبة الحديث وكذا والتدوين وغيره من هذه الأمور، شايفة، فكانت مرجع لمين؟ للصحابة، للصحابة، والأمور معلومة من ذلك من سيرتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 50 سنة، فأكثر الناس الأخذ عنها، أكثر الناس الأخذ عنها، وطبعا معلوم فقه عائشة رضي الله عنها، معلوم فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا، نقلوا عنها من الأحكام والأداب، وكانت رضي الله عنها يعني كانت حتى عالمة بأخذت سير العرب ومناقب العرب وكذا من أبيها، زي قصة إيه أم زرع، أيوة الله يفتح عليك، أم زرع وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه، شوف الكلام، يريد ده نتعلمه في بيوتنا، تقعد كده مع، ما تبقوش قاعدين أنت إيه في نحية وكانت لسه يعني امرأة بعتالي بتشتكي من زوجها برضو طول الليل والنهار ولا كده قاعد على البتاع اللي يعلم بلا ربنا ده الواتس والفيس والبلاوي اللي كده قاعد بتعمل ايه يعني، ايه اللي ايه النفع اللي عائد عليك. ولذلك دلوقتي بقى فيه فرسان، عارف الفارس اللي بينزل في الصحراء، كان زمان كده ينزل فارس في الصحراء لوحده، وهل من مبارز وحاجة يعني ما شاء الله، أخد بالك، ولو طلع له ذر من الأرض ما هيجري، يجري فعلا، ماشي كده. فدلوقتي بقى في فرسان قاعدين كده يجول ويصول وبيناظر وبينظر، وحاجة بلاء بلاء.
فيعني فين النفع اللي انت قاعد بيه وسايب ده كذا وسايب، وتبتدي تحصل البلاوي بقى من كده، ونساء برضو قاعدين وتيجي بلاوي بلايا تحدث من هذا الامر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، بتحكي وبتتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع وبانتباه ويبصر، وبعدين بعد كده الخلق العظيم والعشره الطيبه، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وبعد كده ينتقي افضل الامثله اللي ذكرتها وهو مين؟ ولا كنت لك كايه بذرع الأم. وطبعا أبو ذرع في النهاية عمل إيه؟ لكن أنا مش لا ولكن لم أطلق. شوف شوف الأمثلة. طب إيه أبو ذرع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وما عليها صلى الله عليه. لكن شوف كان يحب الحديث، وكان لما تطلع معاه في سفر معروف قصة حفصة وعائشة، تنزلي لا تنزلي عن بعيرك، يعني يستمع. ولما جاءت أم المؤمن زينب رضي الله عنها إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني نساء وكلام وكذا وكذا وتتكلم، وعائشة صامتة فنظرت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عينيا كده في عيني، فعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، شوف الحب قد إيه بقى، إنها من نظرات النبي أن النبي لا يكره أن ترد على مين؟ فردت فأسكتتها، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إنها إيه؟ شو ده أبو بكر بقى اللي عنده آداب العرب وأمور العرب وسير العرب وأنساب العرب، فواخد هذا الأمر من أبيها. فكانت رضي الله تبارك منقول عنها الكثير من طبعا الأحاديث الأحكام الآداب الشيء الكثير رضي الله تبارك وتعالى عنها، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عن مين؟ عن أم من عائشة رضي الله تبارك وتعالى. تخيل، شوف الأم يعني ده، أنا مش عايز النساء اللي تقرأ بقى سيرة عائشة وترجمة عائشة، أنا عايز الرجال اللي تعبين دماغنا ليل ونهار في سفاسف يقرأوا سيرة أم من عائشة رضي الله عنها، يشوف يوزنوا نفسهم. نعم. كان موتها رضي الله عنها في خلافة معاوية سنة 58، وقيل في التي بعدها، والله تعالى أعلى وأعلم. لطائف هذا الإسناد أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أنه على شرط الأئمة الستة سوى شيخه فما أخرج له ابن ماجة، أن عبدان وابن المبارك قد اتفقا في الاسم والكنية والبلد. ده أبو عبد الله وده أبو عبد الرحمن، وده برضو أبو عبد الرحمن، البلد واحدة الكنية واحدة، فمتفقين في هذه الايه في هذه الامور، اتفق في الاسم ده عبد الله وده عبد الله، وفي الكنية ده ابو عبد الرحمن وده، وفي البلد برضو الى غيره. ايضا ان رواتهما بين مروزي ورقي، ماشي الرقة يعني، ومدني، ان عمرو بن ميمون اخرج له الجماعة، وله عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا الحديث فقط لعمر ابن ميمون، وعند أبي داود حديثان، هذا الحديث وحديث في الحج، وعند ابن ماجة ثلاثة، هذا وحديث في الطلاق وحديث في الأضاحي، أن فيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، أن فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق ومن المكثرين السبعة، أن عمر بن ميمون الجزري من المقلين من الرواية، وليس له في الصحيح غير هذا الحديث، وليس له في الكتب الستة إلا ما قدمنا بيانه، أن من اسمه عمرو بن ميمون في الكتب الستة اثنان، أحدهما هذا المترجم ها هنا، والثاني عمرو بن ميمون الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو، كوفي ثقة عابد مخضرم أدرك الجاهلية. بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في الوضوء في أربع مواضع. أيضا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة. الحديث أخرجه أيضا أبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة، والنساء في الطهارة، والترمذي في الطهارة، لكن أخرجه الترمذي مختصرا أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيخرج إلى الصلاة في روايته. بقى نكمل المرة الجاية عشان ما نطولش عليكم، ماشي؟ عشان لا نطيل عليكم. طيب ماشي، نخليها للمرة الجاية، نكمل بقى شرح الحديث والفوائد إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.